أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. روي عن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: اللهم احبس عنهم قطر السماء، وامنعهم بركات الأرض، وابعث عليهم سنين كسني يوسف. من جملة الشبه التي تثار أن المجتمع الكوفي كان يشكل الثقل الأكبر للتشيع، ومع هذا فهناك مجموعة من الإساءات صدرت في حق أئمة أهل البيت عليهم السلام. مضافاً إلى ذلك أن الأئمة عليهم السلام قد ذموا هذا المجتمع، ذموا المجتمع الكوفي، وهناك شواهد كثيرة، منها عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: قاتلكم الله، لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا. وهناك أقوال غير هذا القول المبارك. إذن الشبهة تقول أن المجتمع الكوفي يشكل الثقل الأكبر للتشيع، ومع ذلك فهم خالفوا الأئمة عليهم السلام. بل هناك قول يقول أن الشيعة هم الذين قتلوا سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. نحن نجيب في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى عن هذه الشبهة، والجواب يكون إن شاء الله تعالى في نقطتين. لا بد أن ندرس المجتمع الكوفي، ودراسته تكون في نقطتين بحول الله وقوته. النقطة الأولى بيان المعالم والسمات التي اتسم بها هذا المجتمع، أقصد المجتمع الكوفي، وهنا أربعة. المعلم الأول الازدواجية، تجد في هذا المجتمع يظهرون شيئاً ويبطنون شيئاً آخر، عندهم ازدواجية. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: عجباً، يبكون من أجلنا ومن قتلنا غيرهم. الفرزدق يقول للإمام الحسين عليه السلام في وصفه لهذا المجتمع: خلفت قلوب الناس معك وسيوفهم مشهورة عليك. إذن عندهم ازدواجية، هذا المعلم الأول. المعلم الثاني الغدر. المجتمع الكوفي عرف بالغدر، حتى أنه راح في الأمثال يقال: أغدر من كوفي، عرفوا بالغدر. إذن هذا المجتمع اتسم بالغدر، وهناك أمثلة كثيرة. مثلا قالوا لزيد الشهيد: أخرج، 100,000 رجل معك يقاتل. في الأخير تركوا زيدا لوحده، حتى أنه قتل، صلب، أحرق رضوان الله تعالى عليه. أمير المؤمنين عليه السلام كان يصف هؤلاء يقول: أسود رواغ. إذن عرفوا بالغدر. المعلم الثالث الذي عرف به هؤلاء التمرد، كثيري التمرد على الولاة. المعلم الرابع الطمع، الجشع. ابن زياد لما جاء استغل هذه النقطة وقلب الوضع على سيدنا ومولانا مسلم عليه السلام، وهكذا على سيد الشهداء، لأنه توعد هؤلاء بزيادة الرواتب. إذن هذا المجتمع يتسم بهذه السمات الأربعة. النقطة الثانية: لماذا اتسم هذا المجتمع بهذه السمات؟
بهذه الصفات، هنا مجموعة من الأسباب. هذه الأسباب جعلت المجتمع الكوفي يتسم بهذه السمات. السبب الأول تردي الوضع الاقتصادي في هذا المجتمع. كان أكو نظام اسمه نظام الطبقات، تجد شخصاً من الأشخاص فقير الحال، وتجد هناك شخصاً يمتلك الكثير من الثروات، والكثير منهم شارك في قتل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. مثلاً الأشعث بن قيس كان يمتلك أكثر أراضي الكوفة، كان رجل ثري. عمر بن حريث هذا الرجل الذي ألب الوضع على سيدنا ومولانا مسلم كان أثرى رجل في الكوفة، وغير ذلك من الرجال. إذن كان عندهم سبب الأول تردي الأوضاع، وكان عندهم نظام الطبقات. السبب الثاني اختلاف التركيبة السكانية، أي نقطة جدا مهمة. في المجتمع الكوفي كان أكو اختلاف في التركيبة السكانية. مثلاً ياقوت في كتابه مجتمع البلدان يتحدث عن المجتمع الكوفي، يذكر رقم قرابة 80,000 منزل في مجتمع الكوفة، وهؤلاء كانوا فئات مو فئة واحدة. الفئة الأولى في هذا المجتمع هؤلاء البيوتات الكثيرة، الفئة الأولى العرب، والعرب كانوا أيضاً قبائل مختلفة، وهناك نظام اسمه نظام قبلي. إذن أولاً الفئة الأولى العرب. الفئة الثانية الفرس، نصف أو أكثر من نصف سكان الكوفة في زمان معين كانوا الفرس. حتى في مدة من الزمان كانت اللغة السائدة في المجتمع الكوفي اللغة الفارسية. ثالثاً السريانية أيضاً كانوا في الكوفة، الأنباط وهكذا. هذه الفئات لها عادات ولها تقاليد ولها معتقدات إلى غير ذلك. السبب الثالث الاختلاف في الانتماءات الدينية. المجتمع الكوفي لم يكن شيعياً فقط، لم تكن الشيعة فقط في المجتمع الكوفي، لا أبداً. اختلاف في الاعتقادات الدينية والانتماءات الدينية والمذاهب والأديان. مثلاً لما نأتي إلى المسلمين، المسلمين أيضاً كانوا مختلفين. لما نأتي إلى الشيعة، الشيعة في ذلك المكان أيضاً كانوا على قسمين، شيعة بالمعنى الأخص وشيعة بالمعنى الأعم. ثالثاً تعال الأديان، المجتمع الكوفي فيه كثير من الأديان، منهم النصارى. النصارى كانوا يشكلون العصب الاقتصادي. اليهود حتى معابد كانت في اليهود في المجتمع الكوفي، وكانوا يشكلون قوة اجتماعية. صياغة الذهب كانت عند اليهود، ولما جهز ابن سعد الجيش اليهود اشتركوا مع عمر بن سعد ضد سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه ثأراً لآبائهم. الخلاصة المجتمع الكوفي لم يشكل الثقل الأكبر للتشيع، كانوا فئات، كانوا أديان، كانوا مختلفين في التركيبة السكانية. فلذلك نقول أن المجتمع الكوفي يحتوي على كل هذه النماذج ولم يشكل الثقل الأكبر، حتى تقولون أن أئمة أهل البيت عليهم السلام كانوا يذمون أتباعهم وهم قتلوا الحسين. أسأله تعالى أن يبصرنا أكثر معرفة بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه بفضله وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد.